صباح الخير على كل المشاهدين، يوم جديد ونهار جديد من ايام نهارك سعيد. والنهارده الحد 26/4/2015، معانا فقرات متنوعه، معانا عناوين ومنشطات صحف، ونتكلم كمان عن موضوعات اخرى ومنهم فقره اقتصاديه هي الفقره يوم الحد او فقره المستمره معانا يوم الحد. صباح الخير يا ايمان. صباح الخير يا ريهام، صباح الخير لكل المشاهدين اللي بيتابعونا النهارده. طبعا زي ما ريهام قالت بيكون النهارده معانا فقرات متنوعه، بيكون معانا زي كل اسبوع فقره اقتصاديه الاسبوعيه اللي بنقدمها وهنقول فيها اهم واخر اخبار الاقتصاد. هيكون النهارده معانا في الفقره الاقتصاديه دكتور مجدي عبد الفتاح الخبير الاقتصادي والمصرفي. هيكون معانا كمان فقره حقيقه اهم عن الحمله الشعبيه لاعداد القيادات التنفيذيه والبرلمانيه، واحنا في امس الحاجه الحقيقه لخلق كوادر شابه سواء يكونوا في المحليات او يكونوا في البرلمان او يكونوا في اماكن قياديه، لان عندنا مشكله ان الفتره اللي فاتت ال 30 سنه اللي فاتوا او خلينا نقول ال 20 او ال 15 سنه الاخيره في حكم مبارك كان فيها تجريف في كل حاجه، منها عدم خلق صف تاني انه يبتدي يتولى القياده بعد الناس اللي موجوده، ما فيش اي قيادات موجوده، فلازم نلتفت لده علشان الانتخابات البرلمانيه القادمه، عشان انتخابات المحليات، عشان كل حاجه جايه ان شاء الله. فهتكون معانا فقره عن الحمله دي مع دكتور خالد احمد بدوي امين تنظيم حزب المستقبل وطن بمحافظه الشرقيه، ودكتور مصطفى محمد الجميل المنسق العام للمجلس المصري للقيادات الشبابيه المنظمه للحمله. مهم جدا في الفتره اللي احنا فيها ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع الارهاب، مش بس الجيش والشرطه هم اللي بيتعاملوا طبعا بالمقاومه بالسلاح وبالطريقه بتاعتهم، احنا كمان لازم نحارب الارهاب، بس نحارب الارهاب ازاي؟ هنحاربه بعقولنا بتفكيرنا، ان احنا كلنا نغير طريقه تفكيرنا، مش نحول بقى تفكيرنا للعنف زيهم، نحول تفكيرنا لتفكير ايجابي، نقدر نفكر ازاي ان احنا كمان نغير من اسلوبهم وطريقتهم وطريقه تفكيرهم، وهم شايفيننا ازاي وشايفين كمان بلدهم ازاي، وكمان عشان الشباب اللي طالع يقدر بالفكر وبالوعي اللي موجود انه ما يبقاش يطلع منه ارهابيين زي اللي احنا صحيح. بنشوفهم. عشان كده ناس كتير انزعجت مثلا من حكايه حرق الكتب اللي في المدرسه دي، يعني ده مش الرساله اللي الناس عايزه تديها للشباب الصغير او الاولاد الصغيرين، اللي انت تواجه الفكر بالفكر، اللي انت بدل لو حد بيقول لك افكار هي غير مقنعه بالنسبه لك انت مش هتحرقه وتضربه العنف وتقتله وتعمله، بالعنف انت لازم والعدوان تواجهه بفكر اكيد اخر وتقنعه زي ما هو لو هو بيحاول يقنعك يعني. مظبوط. هيكون معانا النهارده الدكتور سيد خاطر رئيس مؤتمر القوى الناعمه في مواجهه التطرف والارهاب، عن مؤتمر القوى الناعمه في مواجهه التطرف والارهاب، المؤتمر هيكون في خلال الساعات القادمه. طيب هيكون معانا كمان فقره اتيكات مع استاذه ايمان عفيفي خبيره الاتيكات، هتتكلم عن اتيكات المناسبات، المياتم والافراح والحاجات دي كلها، مهم ان احنا نعرف شويه حاجات من دي اكيد. كمان ومهم ان الجو تظبط، لان الواحد مش مش فاهم عارفين احنا في صيف ولا الصيف ولا شتاء. في الشتاء، ويقول لك الشتاء مصيف معانا يعني في ايه. مظبوط يا ريهام. اوكي طيب احنا دلوقتي بعد الفاصل على طول هنكون مع منشطات وعناوين الصحف مع ايمان مع الصحفي الاستاذ ايهاب الحضري، خليكم معانا.